نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوع بضغوط مبيعية عربية. وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 742 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر إي جي إكس 70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والذي تراجع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة. التراجعات شملت أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان، والذي تراجع بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و24 قرشا للشراء و18 جنيها و37 قرشا للبيع، اليورو 20 جنيها و4 قروش للشراء و20 جنيها و19 قرشا للبيع، الجنيه الإسترليني 24 جنيها و6 قروش للشراء و24 جنيها و24 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع، والريال السعودي سجل 4 جنيهات و86 قرشا للشراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع.